السلام عليكم وأرحب بكم مشاهدي الكرام في قناة المغاربية حيثما كنتم. في هذا اللقاء الذي أجريته مع فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مكتبه في العاصمة القطرية الدوحة، وكان هذا اللقاء حول مسألة تتعلق بمستقبل السلم العالمي أو كما يسميها الدبلوماسيون العلاقات الدولية، وعلى وجه التحديد مسألة علاقة المسلمين بغيرهم من أمم العالم. وأنا أعلم أن هذه المسألة مسألة حساسة جدا وتحتاج إلى أن يستنفر فيها طلبة العلم والعلماء لتأصيلها من أجل ضمان مستقبل آمن للبشرية. فكان هذا اللقاء مع فضيلته. أرحب بكم جميعا مشاهدي قناة المغاربية في كل مكان، ومن خلالكم أرحب بفضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد أجرينا معه هذا اللقاء في مكتبه في العاصمة القطرية الدوحة. فمرحبا بك أيها الشيخ الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأرحب بكم أيها الإخوة الأحبة، وأرحب بكل من يشاهدنا ويسمعنا في أنحاء العالم، وأحيي الجميع بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في بداية حديثنا قبل أن أدخل في الأسئلة التي جئت من أجلها، هناك يعني موضوع النوازل أو موضوع الفقه بصفة عامة في الإسلام، وهو يأخذ عدة مقامات، يعني فقه المعاملات، فقه المناكحات، فقه العبادات، فأين تضعون الفقه في مدرستكم الوسطية؟ كيف تعرفونه؟ أدامكم الله. كان من العلوم التي عني بها المسلمون علم الفقه. الفقه هو العلم الذي يهتم بالإنسان المسلم، الإنسان باعتباره فردا، والأسرة المسلمة، والجماعة المسلمة، والأمة المسلمة، والدولة المسلمة، والعلاقات العالمية. هذا الفقه. الفقه يعني يعرف هذه الأمور كيف تسير وفق ما يريد الله تعالى، ما نسميه الحكم الشرعي، وفق الأحكام الشرعية حددها الإسلام في حلال وفي حرام وفيه واجب وفيه مستحب، يعني وفيه فرض وفيه سنة وفيه مباح. فلا بد أن تسير الأحكام وفق ما يحب الله تبارك وتعالى، مهتديا بهذا الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي كان مقسوما إلى قسمين رئيسين أو أساسيين. القسم الذي يكتب ويصنف ما يحتاج إليه الناس في حياتهم حسب ما تحتاج إليه الحياة، وبدأ يبدأ أول ما يبدأ به الطهارة، فقه الطهارة، لأنه بيبدأ بالعبادات، في عبادات، في معاملات، في أسرة، في فقه دستوري، في فقه جنائي، في فقه دولي، يعني في كل أنواع الفقه. أول ما يبدأ المسلم يبدأ بفقه العبادات، وأول عبادة في الإسلام
هي الصلاة، وأول شرط في الصلاة الطهارة. الطهارة معناها النظافة، أن يكون الإنسان نظيفا ظاهرا وباطنا، تنظيف الثوب والبدن والمكان من الأخباث، وتنظيف من الأحداث، الحدث، حدث الأصغر يزال بالوضوء، والحدث الأكبر يزال بالغسل. المهم هذا الفطر. وطبعا في عبادات، الزكاة من العبادات، والصوم من العبادات، والحج والعمرة من العبادات، والأذكار والأيمان والأشياء، كثير من العبادات، وبعدين المعاملات وأنواع الفقه، فقه الدولة وفقه الجماعات بعضها مع بعض. الفقه يشمل كل شيء في الحياة، لا يوجد شيء في الحياة لا يشمله الفقه. يعني لا يوجد شيء يقول مسلم لا ده ما الإسلام مش دعوة، لا الإسلام له دعوة بكل شيء. لازم يقول لك هذا حلال ولا حرام، هذا أمر جائز ولا غير جائز، وإذا كان جائزا فما حكمه، مستحب ولا سنة مؤكدة ولا واجب ولا فرض، فرض ركني ولا فرض غير ركني. يعني لابد أن يعطيك حكما. هذا هو. وبعدين الأسرة أحكامها المعروفة، الزواج والطلاق والعدة والميراث وغيرها، وأحكام المجتمع، المعاملات بين المجتمع، البيع والشراء والرهن إلى آخره، والفقه الجنائي والفقه السياسي إلى آخر. هذا في كتب كثيرة في هذا النوع من الفقه. وأنا أول ما بدأت في هذا النوع من الفقه كتاب الحلال والحرام في الإسلام، بدأت كتاب الحلال والحرام في الإسلام في الفقه الذي يتناول الحياة. والفقه نوعان، فقه مذهبي يسير على مذهب معين، فقه حنفي، فقه مالكي، فقه شافعي، فقه حنبلي، وفقه على الكتاب والسنة، ليس ملتزما بمذهب. ولنا كلام هل يجب الالتزام بالمذهب أو لا يجب، ومتى يجوز الالتزام بالمذهب ومتى لا يجوز، لنا كتب يعني كثيرة في هذا. فهذا النوع من الفقه. وهناك فقه النوازل أو الفتاوى. المالكية يسمونها فقه النوازل، التي تنزل بالناس وتحتاج إلى حكم خاص، ربما لا يكون في الكتب العامة في تفصيل لهذا الحكم، إنما تأتي كتب يسميها العلماء المالكية كتب النوازل، ويسميها العلماء الآخرون كتب الفتاوى. فتاوى الحنفية عندهم فتاوى قاضي خان، الفتاوى الهندية، الألوان من الفتاوى، كتب تهتم بالفتاوى، ما ينزل بالناس ويستفتون فيه. وفي ناس اهتموا بهذا وكتبوا في هذا، وعند الشافعية عندهم أيضا كتب في هذا، في فتاوى النووي وفتاوى الرفعي وفتاوى إلى آخره. وعند الحنابلة اشتهرت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والكثيرين لهم فتاوى. والمالكية عندهم المعيار، المنشي السريسي يعني في 12 مجلد، وعندهم كتب للنوازل بدأت منذ كانوا في الأندلس وفي المغرب،
عندنا فتاوى الإمام الشاطبي وفتاوى الكثيرين، فتاوى صغيرة وفتاوى كبيرة، يعني هذه كتب الفتاوى اهتم بها المسلمين لأنها يعني تعالج أشياء واقعية تقع في حياة الناس. حينما تقع في هذه حياة الناس يسأل الناس عنها، كان كل شيء يسأل فيه الناس، لأن الفقه مطلوب للإنسان المسلم ليسير حياته وفقا لما يحبه الله تبارك وتعالى. المسلم ليس سائبا يفعل ما يشاء، لا، ده ملتزم. الله تعالى قال الرسول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبع هذه الشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا خطاب للرسول. الناس تفتكر انك يعني خد شويه من الشريعه وسيب شويه، لا، الشريعه لابد ان تاخذها كلها بحذافيرها بتيسيرها باحكامها التعبديه باحكامها التعامليه باحكامها الاسريه باحكامها الاجتماعية بأحكامها السياسية، حيثما كانت أنت ملزم بحكم الله. وربنا قال للنبي: وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. خذ كل ما أنزل الله إليك، ما يصحش تاخذ يعني كل السورة وتسيب آية واحدة، لا، دي تسيب آية واحدة ليه؟ لا، تأخذ جزءا من آية وتسيب كل القرآن. مطلوب منك كل ما صح على رسول الله، مطلوب منك أيها المسلم أن تلتزم به. ولذلك اهتم المسلمون بهذه النوازل. أنا فيما كتبت في هذه النوازل في الفتاوى، نحن في الكتب في المذاهب الثلاثة بنسميها الفتاوى. أنا كتبت الأول عندي كتاب الفتوى بين الانضباط والتسيب، مزالق المتصدين للفتوى في عصرنا الحاضر، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، الفتاوى الشاذة و معايير وتطبيقاتها، معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نعالجها ونتوقاها إلى آخره، من الناحية النظرية. بعدين كتبت أخرجت أربعة مجلدات في الكتب سميتها فتاوى معاصرة بترد على النوازل التي يسأل فيها الناس ويحتاج الناس فيها. فلابد للفقيه المسلم أن يعتني بهذين النوعين: الفقه الذي يعالج الأمور كلها معالجة نظرية وفق المبادئ الشرعية ووفق أيضا الواقع، لأن الفقه الإسلامي ينظر إلى الواقع، لا يعيش في برج عادي، لا، هو يتعامل مع حياة الناس. فلابد أن يتعامل مع هذا ومع النوازل التي يستفتي فيها الناس العلماء ويقول فيها رأيه. فهذا هو ما ينبغي أن يسير عليه الفقيه المسلم. فضيلة العلامة، هناك سؤال آخر
كثيرا ما شغل بالي في خلال 30 سنة أو أكثر من 30 سنة من أيام الجهاد الأفغاني وإلى الآن. السؤال هذا يتعلق بمستقبل العلاقات الدولية، أو بتعبير آخر مستقبل علاقة المسلمين بغيرهم من أمم العالم، كالأمة الصينية والأمة الهندية والأمة الأوروبية والأمة الأمريكية وغيرها من أمم العالم. هل الأصل فيها فضيلتكم أنها مثل ما حددها تفسير الإمام ابن القيم من منطلق ما يسمى بآية السيف، وهو أن هذا العالم إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية وإما الحرب، هكذا فهم من آية السيف، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وعلى هذا الأساس هذه هي العلاقة الوحيدة التي تحكم علاقة المسلمين بغيرهم من أمم العالم، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما الحرب. أم أن هناك أيضا في القرآن الكريم آيات أخرى تعطي دلالة واضحة على أن الإسلام أيضا يؤمن بالتعددية العرقية، يؤمن كذلك بتعددية المعتقد، ويؤمن أيضا بتعددية الإيمان، كقوله تعالى: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وغيرها من الآيات التي تعطي رحابة أكثر من آية السيف. فأين مراد الله هنا بين هذين التوجهين؟ وحشاه القرآن أن يكون متناقضا، ولكن هنا السؤال كما قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا أهل الاستنباط هم العلماء، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ شكر الله لك يا شيخ عبد الله، هذا سؤال يعني في غاية الأهمية، وللأسف آراء المسلمين فيها يعني كثير منها أجد أنها بعدت عن الحق الذي ينبغي أن يتحراه المسلم، لأن أهم ما ينبغي أن يتحراه المسلم في بحثه إذا بحث، وفي فقهه إذا تفقه، وفي فتواه إذا أفتى، أن يتحرى الحق. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. لابد الإنسان يتحرى الحق، والمسلمون للأسف في كثير من الجوانب الفقهية اختلط عليهم الحابل بالنابل، وأصبحوا في حاجة إلى أن يقفوا وقفة هادئة وعميقة لينظروا فيها إلى ما أنزل الله من الهدى والبينات. ربنا لم يترك الناس غافلين، لا، أنزل عليهم كتبا وأرسل إليهم الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أرسلنا رسلنا بالبينات، الأشياء الظاهرة الحق فيها واضح، وأنزلنا معهم الكتاب وفيه نصوص إلهية وفي موازين عقلية، كتاب وميزان لازم يسيران جنبا إلى جنب، لا تجعل الدين يناقض الحق
ولا الحق يراقب، لا، الحق والدين من الله، والله لا يأتي بمتناقضات المتناقضات لا غير ممكنة أبدا في هذا الإسلام. ولذلك ابن تيمية عمل الكتاب دار تعارض العقل والنقل وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، لا يتناقضان أبدا، صحيح المنقول مع صريح المعقول. فنحن المفروض أن ننظر في كل ما يعرض علينا من حياة الناس من وقائع صغيرة أو كبيرة، كلية أو جزئية، عامة أو خاصة، سياسية أو غير سياسية، كلها سنجد فيها حكم الله واضحا، لأن ربنا أنزل علينا البينات التي تكون بالحق الواضح الذي لا اشتباه فيه، لا يشتبه على الناس أبدا. وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الناس والذين يقومون، لأن الكتاب والميزان الذي أنزله الله علمهم هم يقومون بالقسط، لا يحتاجون إلى من يأتي من السماء يعلمنا. ربنا هداهم بالفطرة السليمة وبالعقول الرشيدة، هذه ميزة الإنسان. فرق بينه وبين الحيوان إن الحيوان ليس عنده هذه الفطرة السليمة وليس عنده هذا العقل الرشيد. فلذلك الإنسان ينبغي أن ينظر فيما أنزل الله من كتاب، النصوص الإلهية لابد أن يتأمل فيها تأملا حكيما، لا يضرب بعضها ببعض. للأسف نحن نجد عندنا من الفقه المنقول أشياء تحتاج إلى أن ننظر إليها، ننظر فيها نظرة حكيمة توافق ما أنزل الله بها. لماذا أنزل الله هذا الدين؟ ربنا أنزل الدين ليه؟ أنزل الدين ليعبده الناس، وأنزل الدين كذلك ليقوم الناس بحكم الله في الأرض، لينوبوا عن الله، ليجعلوا في الأرض خليفة. قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا بنعبدك على طول، ليه تجيب ناس بيقتلوا بعض؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا عايز ناس تحكم عقولها، أن أنزل عليهم يعني كتب منزلة وأنبياء مرسلة، ويعني فهكذا أراد الله عز وجل بإنزال هذه، لإني أعلم ما لا تعلمون. أراد الله أيضا من الناس أن تعمر الأرض. سيدنا صالح قال لقوم ثمود يعني اعبدوا الله، هو الذي طلب منكم أن تعمروا الأرض، استعمروها، أنشأكم الأرض والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، خلقكم من الأرض واستعمركم. السين والتاء في اللغة العربية للطلب، يعني طلب منكم أن تعمروا الأرض، تزينوا الأرض، تحيوا الأرض، لتتركوا الأرض ميتة. الأرض تموت إذا لم تزرع ولم تبنى ولم يعمل فيها شيء، الأرض ميتة، ينزل عليها الماء اهترست وربت وحيت بعد موتها وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتنا لكم بها حدائق ذات بهجة ذات حسن وجمال. يعني القرآن ينوه بالحسن والجمال في كل شيء، في الأرض وفي السماء وفي الإنسان، خلقك فسواك فعدلك، وفي الحيوان حتى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعزيناها للناظرين. فهكذا أراد الله عز وجل، يريد للإنسان أن يعمر الأرض و
ويقيم فيها حكم الله وشرع العدل بين الناس، الأمانات يردها إلى أهلها، إحقاق الحق، إبطال الباطل، نصرة الضعيف على القوي، المساواة بين الناس بحيث لا يعيش في الناس من يملك الملايين ويستمتع بها وحده وبجواره من لا يملك الملايين ولا الأفلاس حتى ولا أي شيء. ليس هذا من الإسلام في شيء. الناس بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لذلك كان على المسلمين أن ينظروا في هذه النظرات. هناك خلق الله الناس، ربهم واحد وأبوهم واحد، كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، في أساس كبير لتقريب الناس بعضهم، إن فيه رب واحد هو الذي خلقهم، فيش آلهة، كل واحد مخلوق، وهو واحد خلق الجميع، وأب واحد للجميع آدم وزوجته حواء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هنا الأرحام البشرية، مش بس الأرحام، أرحام الشخص، أرحام الناس كلها، أرحام أقارب بعضهم بعض، لا رجل واحد وامرأة واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لابد أن يتعارف الناس بعضهم مع بعض. المسلمين اعتبروا الإسلام أمة واحدة، يختلفون من لون أبيض ولون أسود ولون أصفر، وهذا عربي وهذا عدمي وهذا تركي وهذا ماليزي وهذا إندونيسي وهذا نيجيري وهذا أمريكي وهذا إنجليزي، ليكونوا من كل أنحاء العالم، ولكن كلهم خلقهم رب واحد وكلهم أبناء أب واحد. فلماذا لا يتعارفون؟ ولماذا لا يؤدي هذا التعارف إلى تحاب فيما بينهم؟ ولذلك على الإنسانية أن تعترف أنها كلها وحدة، وحدة الإنسانية، وحدة الرب الخالق، وحدة الأب الواحد، أب منه الجميع ورب خلق الجميع. ولذلك لم تجئ الأديان لتجعل الناس يحارب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا. هذا الدين جاء من هذا، الدين بالعكس، الدين جاء يعلم الناس. ولذلك أنكر القرآن الكريم على ابن آدم الأول الذي اعتدى على أخيه وقتله، واتلوا عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قربا إلى الله قربان، واحد كان قربانه خالص لله من أحسن ما عنده قدم، والثاني قدم أسوأ شيء وكذا، فقبل الله قربان أحدهما ولم يقبل، قال لأقتلنك، طب ما ذنبي عشان تقتلني؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك،